FM. El Kil Malik. بالنسبة للصعوبات نلقاوها جينيرالمون في التغطية الإعلامية كي باش تمشي معناتها تحكي مع تلفزة ولا تقولوا باش نعدي ديريكتومون يسأل السبور شنو معناتها قداش يمس من مواطن ولا من معناتها عدد الجماهير معناتها اللي تتبع فيه في تونس وكل شيء تبقى كيما قلت لك معناتها سلطة الأشراف معناتها وفرت كل الامكانيات وتم التنسيق مع كافه الوزارات اللي معناتها يعنيها الشان هذايا عندنا معناتها فما مباريات الادوار النهائيه باش تنقلها مؤسسه الاذاعه الوطنيه بون معناتها الحقيقه صعوبات بور لو مومون ما فماش والحمد لله دونك ماشي الامور سافا والحمد لله كاب افام الكلمه ليك